السلام عليكم شباب، معكم مولا يمين، واليوم معنا الرائد الجديد من الشركة الكورية. نعم، احنا راح نتحدث عن السامسونج جالاكسي A90 5G، ونقول انه مهم جدا لانه اول هاتف رائد من سلسلة A، اضافة الى انه اول هاتف من السلسلة يدعم شبكات الجيل الخامس، وهو نفس الهاتف اللي راح ينسينا في تحفة السلسلة A80 بكاميراتها المنقلبة، وهذا الاخير يعتبر عملاق لصور السيلفي وتصوير فيديوهات الفلوغ. لكن خلينا في موضوعنا اللي هو A90، لكن انتظر، قبل هذا سوف نذهب في رحلة خفيفة أسفل هذا الفيديو لنضغط زر اللايك، وكما يعرف الجميع هذا أقل دعم يقدمه أفراد عائلتنا مني. أول شيء تغير في الهاتف هو التصميم. لا طبعا، هو تصميم عادي شبيه بالاي 7 للسنة الماضية، ولكنه يأتي بشيء جديد وهي خلطة الألوان على ظهر الهاتف، بحيث سيأتي النصف العلوي بألوان متوهجة أما النصف السفلي بلون واحد لمع، وهي فكرة مقتبسة من هواتف جوجل بيكسل، وكنت تمنيت لو طبقوها مثلها بالتمام بحيث يكون النصف العلوي بمساحة أصغر. لكن على كل حال أنا أؤيد التحديثات والتغييرات، ولا ننسى أن وزن الهاتف هو 206 غرام بسمك 8.4 ملمتر، وعن مستشعر البصمة فهو بصري مدمج تحت الشاشة. كما أن الهاتف يدعم وضع بطاقة تخزين خارجية مايكرو اس دي، لكنه للأسف لا يأتي مع منفذ سماعات، وقد تم تعويض ذلك بتقنية صوتيات دولبي أتموس، ويأتي مع ميزة سامسونج داكس التي كنا نراها بشكل أكبر في سلسلة النوت. وعن الجهة الأمامية من الهاتف لدينا تصميم انفينيتي يو بنوتش خفيف جدا. والآن نعود بحديثنا عن الشاشة العملاقة بحجم 6.7 إنش ومقاس 20x9 من نوع سوبر أمولاد، والتي تشغل ما يقارب 86% من الواجهة بدقة FHD+ مع ميزة Always On Display. وهذه الشاشة وجدتها جميلة بكثافة بكسلات قدرها 393 PPI، لكن ما افتقدناه أكثر هو طبقة الحماية القوية مثل الكورنن غوريلا جلاس، بالخصوص على هذه الشاشة العملاقة المعرضة للخارج والكسر بشكل كبير جدا. ولم تتردد سامسونج في وضع معالج كوالكوم سناب دراجون 855 مع معالج رسوميات أدرينو 604، وحقا كانت هذه مفاجأة كبيرة للكثير من المتابعين وعشاق الشركة، مع رام 6 أو 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت. وقد حقق على منصة فحص الأنتوتو تنقيب 350 ألف نقطة بنظام التشغيل أندرويد 9 باي مع واجهة الشركة One UI. وكما نعرف هذا المعالج يقدم أداء قوي جدا خاصة في هذه الفترة، ولهذا يعتبر خيار مناسب لعشاق الألعاب خصوصا بوجود هذه الشاشة الكبيرة من النوعية العالية. وأخيرا نصل إلى الكاميرا الثلاثية، حيث أجد الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 ومستشعر من شركة سامسونج، مع تقنية دمج بكسلات الرباعية، وكاميرا ثانوية بدقة 8 ميجا بكسل تصور بزاوية عريضة قدرها 123 درجة، وكاميرا ثالثة بمستشعر العمق للحصول على صور بورتريه بضبابية الخلفية بدقة 5 ميجا بكسل وكلاهما بفتحة عدسة 2.2. كما يمكن للكاميرا الأساسية تصوير فيديو 4K وتصوير بطيء 960 إطار، كما تدعم الذكاء الصناعي على 4K وال FHD ب60 إطار. وعن كاميرا السيلفي هي بدقة 32 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.0 وتصور فيديو FHD مع مستشعر من شركة سامسونج نفسها. نقطة أخرى وهي بطارية الهاتف 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع باستطاعة 25 واط عبر منفذ USB Type-C، وقد عرض الهاتف للطلب المسبق بسعر 710 دولار. وعن الأسواق الجزائرية أو الأسواق العربية عموما، قد يتأخر الهاتف في الدخول مثل حالة جالاكسي A80، وقد يكون ذلك بعد شهر ونصف من تاريخ نشر هذا الفيديو. من المتوقع أن يدخل الأسواق الجزائرية بسعر مرتفع قدره 125 ألف دينار جزائري. أما عن تحليلنا للهاتف، يمكنني تبسيطه في عبارة واحدة، وهو أن سامسونج وفرت لنا نسخة مخففة من الجالاكسي S10 Plus 5G الذي يقارب ثمنه 1100 دولار أمريكي، حيث لدي شاشة من النوعية العالية بحجم مناسب، وعيبها الوحيد هو غياب طبقة حماية غوريلا جلاس. رغم ذلك توجد طبقة حماية من شركة سامسونج نفسها، لكنها تبقى ناقصة نوعا ما. وعن أداء الهاتف فهو قوي جدا ولا نقاش في الأمر، بحيث يوفر لك الهاتف كل ما تتمناه في هذه النقطة بالتحديد، والكاميرات أداؤها جيد لكني أراها غير كافية مقابل السعر المدفوع. وأرى أيضا أن سبب ارتفاع هذا السعر هو دعم الهاتف
الهاتف للجيل الخامس. وأنتم أيضا شاركونا برأيكم في هذا الهاتف الجديد من الشركة الكورية. وإلى هنا نكون انتهينا أيها الرائعون. وقبل أن تقفل المقطع لا تنسى تشترك في قناتنا المتواضعة، ولا تنسوا فعلوا زر الجرس، فهو شيء مهم جدا ليصلكم جديد مقاطعنا وفيديوهاتنا، لنتحدث بشكل أكبر عن عالم الجوال، جديد الهواتف الذكية وأيها أفضل للشراء. يلا دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.